مرحبا فيكم من جديد ورح ابدا من عندك سيد ابراهيم. خلينا بالبدايه نحكي هيك شوي عن تاريخ شركه دلس وعن رضا الزبائن عنكم. تفضل. اول شيء ستي احنا بنشكر التلفزيون الاردني على الاستضافه نيابه عن الرئيس التنفيذي السيد امجد مسلماني. طبعا تحياتنا لك. والله يخليك، يعني هذا تلفزيوننا واحنا يعني فخورين فيه جدا. تسلم، اهلا وسهلا. التنوع اللي موجود عندكم والناس الطيبين اللي زيكم. طيب خلينا بالبداية نحكي عن شركة دلس، عن تاريخها. يا ستي، هي شركة دلس أسست عام 1994. نعم. ومن ذاك التاريخ لليوم هي شركة دلس، يعني أنتوا يمكن بتسمعوا عنها وبتعرفوها، المصداقية الموجودة عندها واهتمامها بالزبائن. يعني احنا عندنا لما واحد بيجي باخذ مثلا حجز، احنا ما بنتركه، مش بالله انه اخذ هالحجز وراح، لا، احنا بنتابعه من ما باخذ الحجز تبعه لغايه ما يرجع من المكان اللي كان هو رايح عليه. واي استفسار هو دائما احنا بنعطيه تليفوناتنا، كل اي استفسار انت وانت موجود لبرا بتحكي معانا، احنا اذا في لا سمح الله ومشاكل ما في، يعني اي معلومه بدك اياها، اي استفسار احكي معنا، احنا نرشدك فيها. أهمية المصداقية سيد إبراهيم. هي المصداقية بالتعامل مع الشركة قد ايه مهم. المصداقية احنا عندنا، يعني بتعرف اذا في موظف عندي بيحكي كلمة، بس كلمة واحدة ما كانت ضمن الصح، هو بشكل عام الاستمرارية والمصداقية هي اللي بتخلي هي الأساس. رضا عالي. اسمحوا لي مداخلة صغيرة. طبعا لولا المصداقية ما كان وصلنا لهون. طبعا شركة دلس هي بإدارة ناجحة لها ما يقارب 30 عام. طبعا مشرف عليها الرئيس التنفيذي السيد أمجد المسلماني، هو بيحاول على طول انه يواكب التحديث، يواكب التطوير، يواكب التسويق الهادف، ومركز على نقطة كمان بيستهدف جميع فئات الأردنيين. طبعا شركة دلس شركة كتير كبيرة، الكادر بتكون من 100 شخص من كافة التخصصات، من كافة الخدمات، التسويق، الإعلان، مركز خدمة العملاء وإلى آخره. طبعا في عنا شعار لازم أحكي لكم إياه. تفضل. شركة دلس السياحة حق للجميع. دائما وأبدا منأكد أنه السياحة حق للجميع، ولازم الكل يشعر ويستمتع بالسياحة وبالتطوير وبالتحديث. وفعلا هاي النقطة جدا مهمة داليا، كتير أشخاص بيكون نفسهم يسافروا طبعا، بس التكاليف كتير عالية، بيكونوا مش عارفين كيف بدهم يحجزوا، وين بدهم يروحوا، خاصة إذا بيكون المكان لأول مرة. دلس شو بتعطي للمواطنين، شو بتقدم لهم لحتى هم ياخدوا هيك باكج كامل بسعر معقول؟ تمام، بنيجي هلا بنحكي شو اللي بيميز شركة دلس عن باقي الشركات. بالزبط. اللي بيميز شركة دلس عن باقي الشركات، شركة دلس شركة رائدة في سوق السياحة، وخلينا نحكي كمان هلا هو بالعالم وخاصة في سوق السياحة الأردنية. شركة دلس بتتميز إنه بتعمل على ترتيب وبيع برامج معدة مسبقا، يعني أنت بتيجي بتطلعي عندك تذكرة الفنادق، تذكرة الطيارة، عندك الفنادق، عندك تنقلات من وإلى المطار، وعندك الرحلات الداخلية جميعها داخل حزمة واحدة. لما يجي العميل بيطلع على منصاتنا، بيطلع على الابليكيشن بشكل عام، شو اللي بيميز دلس هون؟ انها وضعت هاي البرامج السياحيه داخل المنصات وداخل التطبيقات، وهذا طبعا التغيير الاول من نوعه بعالم السياحه. لما يجي العميل ويفوت، هو بده يشوف الحزمه السياحيه كامله. بالضبط. بيلاقي طيب تذكره الطياره، الفنادق، مواصلات، لما يوصل هو مرتاح نفسيا. بالضبط. مندوبين دلس بيستقبلوه، بيوصلوه على الفنادق، عارف برنامجه السياحي، عارف وين بده يروح، وين بده يجي، عارف وين بده ينام. في عندنا كمان ميزة عملناها انه بيقدر الشخص ياخذ الباكج تبع السياحه كامل، شو يعمل بس حسب ميزانيته هو بيختار الفندق. خلينا الفندق 4 نجوم، فندق 5 نجوم. فاحنا هون يعني دلس وصل لمرحله انه وفرت للعميل جميع المتطلبات اللي بيحتاجها اثناء السفر، يعني عروض زي ما حكيتي التكلفه. احنا كثير بنراعي موضوع التكلفه، بنراعي انه كثير في ناس حابه تسافر، بس تطلعي باقي شركات السياحه ممكن تكون مرفعه الاسعار كثير. بالزبط. شركه دلس تطلع على جميع جوانب، خاصه اذا كانوا افراد العيله عددهم طبعًا كبير. طبعا فاحنا بالعاده بنعمل مثلا بيكون في تكتس مجانا للاطفال. حلو. بيكون في تكتس لشخصين فري. طبعا بدي انوه على شغله صغيره، اغلب المسافرين اللي بتيجي على شركه دلس بفضلوا انهم يتعاملوا مع خطوط طيران فلاي جوردن. بتتمتع بايجابيه، بجو عائلي، يعني ما بيجي عليها اي شكاوي، بفضل المسافرين انهم يستمروا مع خطوط طيران فلاي جوردن. طيب داليا، خلينا نحكي اليوم كمان عن انه في اشخاص من الناس اللي العملاء اللي عندكم بحبوا البيع مباشر وبيع غير مباشر، عشان هيك شركة دلس وفرت تطبيق جديد، وهذا الشيء سهل على الناس اللي ما بتحب انها تروح على نقاط البيع اللي عندكم. فاحكي لنا اكثر عن هذا التطبيق. تمام. احنا هلا بوقت تقنيات، بوقت تكنولوجيا،
بوقت مفاهيم مختلفة. خليني أحكي زي تجربة السفر الشخصية، زي الواقع الافتراضي. أصبح الشخص هو قاعد بمكانه بيقدر يعاين كل إشي، بيقدر يكون في حاطط إشي بباله، يفتح الموقع يلاقي نفس الإشي اللي هو حاطه بباله، هاي ارتسمت عنده الخطوة الأولى وقرر وين بده يسافر. خليني نحكي على موضوع الحجز والدفع الإلكتروني. أكثر نقطة رح أركز عليها بوابات الدفع الإلكتروني. أصبح هلا بإمكان العميل إنه يفوت على بوابة الدفع الإلكتروني، إنه يحجز يدفع، لهون طبعا بدون تدخل الموظفين. نعم. بيحجز بيدفع، كل أموره بتكون تمام، بعدين بيرسل جميع معلوماته الخاصة بالبريد الإلكتروني، هيك هو جاهز، عارف حزمة اللي هو السفر اللي هو رايح عليها، دافع أونلاين وما عليه ولا إشي غير إنه يسافر وينبسط بالرحلة. حلو. بدي أنتقل إليك سيد إبراهيم، وبدنا نرجع نضيف شو اللي بيميز شركة دلس عن باقي الشركات. أنا ليه بدي أجي لدلس تعطيني أوفر غير شكل؟ أطلع وأنا مرتاحة، مصداقية بالتعامل، استمرارية، إيش في كمان بيميزكم؟ هلا ستي، يعني شركة دلس اللي بيميزها أول شيء التزامها بالمواعيد. صحيح. يعني إحنا عندنا مواعيدنا يعني exactly، يعني 100%، ما في يوم من الأيام طائرة من طائرات متأخرت ولو ثانية واحدة. دائما موعدها مثلا 9 9 10 10، 11 11. بعدين احنا مثلا بالفنادق نلتزم، واحد بيجي بيحجز فندق مثلا 3 نجوم بيروح لهناك الفندق بيحجز وبياخذه 4 نجوم 4 نجوم 5 نجوم 5 نجوم. بعدين للاسف سيد ابراهيم بعض المكاتب بتكون حاطه صور فندق تختلف تماما عن أكيد. الفندق اللي لما بنوصل البلد بنلاقيه مزبوط. طيب استاذ ابراهيم، عندكم ميزه كثير حلوه اللي هي خدمه انتم بتتابعوا العملاء ما بعد البيع، يعني انتم احنا ما بنشتري بس الاوفر وبنروح وبنسافر، لا بضل في متابعه من قبل موظفينكم، حتى في عندكم مندوبين موجودين في البلاد اللي بتشتغلوا معها. فخلينا نحكي عن هاي الجزئيه وقد ايه مهمه اليوم برضا الناس اللي بيشتروا من يعني عندكم. يعني هو الزبون لما بيشعر انه له متابعه ما بعد ما انت اعطيتيه البيعه بيشعر باطمئنينه. طبعا بيشعر انه هو مطمئن. يعني مجرد سؤالك انه كيف كانت الرحله، كيف كانت الرحله بالزبط. يعني احنا عاده انا باستمرار، يعني انا باستمرار يمكن بالنهار بحكي لي 1000 مكالمه مع الزباين، بعد ما ارجع من السفر بسال وبحكي معاه فريندلي، بحكي معاه بالله كيف كانت الرحله، بقول لي والله تسالهم اذا في ملاحظات. طبعاً مثلا طبعا تعال احكي لي مثلا كيف المندوبين اللي هناك، كيف استقبلوك في المطار، هل واجهتك اي شيء، اي مشاكل، اي شيء. فطبعا هذه الشغله يعني بالزبون نفسه بشعر انه يعني في ناس بتهتم فيه. نعم. بقول لك والله يا عمي هاي شركه محترمه، يعني انه والله انا طلعت من عنده دفعت، مش دفعت هالفلوس وطلعت وخلص وبطلوا يسالوا عني عشان يرجع لي مره ثانيه. انت دائما لما بتخدمي الزبون تضمني انه صار زبونك دائم. طبعا طبعا. انا ما بهمني اني اخذ زبون لمره واحده، هذا زبون يعني الزبون اللي بتعامل مع دلس من ال 95 لا زال لحد هلا بتعامل مع دلس، اجوا اولاده طبعا من ال 95 او من ال 94 لليوم، يعني بدك تحكي 27 28 سنه اللي كان عمره سنه، هلا تزوج وصار عنده اولاد. اذا الاب كان يطلع مع دلس صار الابن هلا يجي يطلع مع دلس. طيب خليني بس اسالك هيك سؤال سريعا عن الفروع، لانه احنا بنرجع بنحكي انه في ناس بحبوا البيع المباشر. فانتوا عندكم عده فروع وبعده مناطق، خلينا نحكي عن الفروع. انا ستي احنا عندنا فرع بشمساني، عندنا فرع بالعبدلي، عندنا فرع بالدوار السابع هذا مبنى جديد. نعم. عندنا فرع بالدوار الثامن، عندنا فرع بالصوفية، عندنا وكلاء، عندنا وكيل بالزرقاء، عندنا وكيل بإربد. نعم. عندنا وكيل بفلسطين. يعني هدول كلهم بيلبوا خدمات الزبائن. نعم. يعني أي زبون بيطلب أي شغلة، حتى لما بيحكي معنا بخدمة الزبائن الناس بيسألوه أنت وين ساكن مثلا. حلو. والله أنا ساكن بشمساني، عندنا فرع بشمساني مثلا مقابل فرع شركة فرنسية للتأمين، والله ده بالسابع عندنا فرع مقابل جيت، بالصوفية عندنا فرع مقابل كي اف سي، بالعبدلي عندنا الفرع الرئيسي مقابل مجلس النواب. يعني وين انت مكان سكنك اكثر من فرع، فاحنا متوفر عندنا. نعم. وهي سهوله مغطين العاصمه، يعني هي سهوله الوصول كمان بتريح. اكيد اكيد. بدي انتقل لإلك داليا، يعني اكثر من مليون متابع على الفيسبوك. نعم. واللي بيميز دلس التسويق والاعلانات اللي دائما بتكون موجوده كل مكان. رح نحكي هلا عن الابلكيشن اللي ذكرتيه قبل شوي. بس رح تطلع صوره على الشاشه، بدي تشرحي لنا عنه اكثر. نعم. تفضلي. هلا دلس زي ما بتعرفي، بنرجع بنحكي بشكل عام، السياحه مش نقطه تحثيها مره وتمشي، لا هي صح. عالم كتير كبير بحتاج للتحديث وبحتاج للتطوير وللتجديد. شركه دلس ركزت على وضع منصات الكترونيه بتسهل على المسافر وهو قاعد بمكانه، زي ما ذكرنا قبل شوي بيحجز
طبعا عندنا اول شيء البرامج السياحيه هو بيفوت بشوف اخر تطورات جميع البرامج السياحيه. النقطه الثانيه عندنا حجز الفنادق، بيفوت بشوف الفنادق، هو بفضل 4 نجوم، هو بفضل 5 نجوم، هو بفضل مثلا فنادق مطلة على البحر، مطلة كافه الخدمات بيلاقيها بحجز الفنادق. تذاكر الطيران طبعا زي ما حكيت لك هذول الثلاث نقاط بيلخصوا كامل الرحلة. انت هيك حجزتي التذكرة، وانت هيك حجزتي فندق، وانت هيك كمان شفتي برنامجك السياحي بشكل كامل. طبعا هذا التطبيق بيفوت على مئات الالاف وشغال كأنه بمثابة فرع، الناس كلها لقت سهولة كتير كبيرة. وبفرق سعرها لما بناخدها اونلاين على لما بناخدها من ال... احيانا بصير بشكل عام دلس دايما عاملة اوفرات، دايما عاملة عروض سواء بالافرع سواء بالتطبيق. التطبيق بيوفر عليك انك تطلعي من البيت، انك تروحي طبعاً. كنتي بالكافيه، كنتي ببيتك، كنت بأي مكان، تفتح التطبيق تقدر تحجز رحلة. يعني داليا ما في وقت معين نحجز فيه التيكت لحتى نلاقيها بسعر أرخص عند دلس، دائما في عروض لما يكون في هيك إشي دلس على طول بتعرض عنه. حلو. يعني على طول بتلاقينا عملنا بوست أو نشرنا إنه دلس عاملة أوفر على اسطنبول، عاملة على القاهرة، عاملة على شرم الشيخ. فبصراحة يعني بظل هذا الوقت اللي إحنا فيه كمان عملنا خطوة جديدة، بطلنا نعتمد فقط على إنه نعمل الترويج العادي على صفحات السوشيال ميديا. بالعكس أنا شخصيا طلعت من فترة غطيت ببيروت، غطيت باسطنبول، بشرم الشيخ. حلو. صرنا ننقل للناس لما تروحي على هذا المكان شو المعالم اللي راح تشوفيها هناك. حلو. شو أبرز المطاعم اللي راح تشوفيها هناك. صار الشخص لما يشوفك عم تنقلي له الصوره كامله يتشجع انه يروح على هاي البلد. طبعا مثلا بيروت كانوا يسمعوا انه فيها مشاكل كهرباء كذا كذا، بنروح احنا، رحنا صورنا للناس الاوضاع، كيف الجو ببيروت، كيف الفنادق، كيف كل هاي التفاصيل. يعني داليا قدر بدنا نشكرك على هاي المعلومات. ان شاء الله يا رب بدنا نسافر هلا. يلا معنا وقت الصيف لسه لازم نسافر مع داليا وهي دلس موجوده. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. طبعا حابه احكي لكم شكرا لكم كثير، نورتينا التلفزيون الاردني على هاي الاستضافه، وحابه اوجه من خلال التلفزيون رسالة إنه دائما دلس رح تكون عند حسن ظنكم، وعلى طول رح يصير في تطورات وفي تجددات بشركة السياحة الكبرى، وأهم شيء أوفرات. أوفرات تمام. شكرا لكم. شكرا. شكرا. يعطيك العافية هبة. يعافي عمرك يا رب. شكرا لك أستاذ إبراهيم. شكرا. يسعدك يا رب. وهيك مريحين. شكرا. شكرا. طبعا إحنا مكملين معكم ساعتنا أولانا وعلم كملة معكم ساعة مطبخ يوم جديد. أنا بدي أودعكم، ديروا بالكم على حالكم وإن شاء الله يومكم بيكون حلو. باي باي. دلس أبو السياحة بالأردن. يلا نعيش اللحظة مع دلس. عيش اللحظة وسافر مع دلس إلى المناطق الأكثر شهرة مع الخطوط الجوية طيران فلاي جوردن. مدينة السلاطين، اسطنبول. مدينة المنتجعات، أنطاليا. عروس الشمال التركي، طرابزون. مدينة الجمال، مرمريس. سحر الجمال، فتحية. لؤلؤة البحر الأسود، باتون. مدينة السهر والمشاهير، بودروم. عروسة البحر الأحمر، شرم الشيخ. أم الدنيا، القاهرة. مفتاح الدنيا، بيروت. وهلا صار فيكم تحجزوا عبر تطبيق دلس، التطبيق الأكثر أمان والأقل تكلفة لشراء وحجز الرحلات السياحية وتذاكر السفر والفنادق وعبر الإنترنت.